ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتونا جدا جدا جدا. الفيديو الذي طال انتظاره. عايزه اقول لكم كلكم قلتوا لنا يلا ودوا هرماس الحضانه وشاركونا في فلوج متكامل عن الموضوع ده. احنا مش هنوديها حضانه، احنا هنجيب لها الحضانه لحد البيت. احنا قلنا نجرب هل هي تنفع في الحضانه ولا هتضرب لنا الاطفال ولا هتتضرب ولا ايه اللي هيحصل معاها. فالنهارده هنعمل ايه يا نمور؟ النهارده استنى عشان بصوا لسه بقول ايه هديجة. انت مش وش حضانة، انا هوديكي دار رعاية، دار مسنين يلي عندك. انا هوديك ايه الحضانة اللي هتقبلك اللي ما عندكش دم؟ فين الحضانة اللي هترضى بيكي؟ ها رد عليا. بصي هنا يا مس. ايوه فين الحضانة؟ انت هتروح حضانة؟ انت وش حضانة؟ انت هتبلعي عياله؟ ايه كبر دماغي. بتقول لك فكك مني. فكك مني. بقول لك ايه؟ لا بقها. قبل ما نتضرب علقه يا جماعه، النهارده قررنا ان احنا هنجيب الحضانه لبيبي هرماس. بما ان منى قديمه في المهنه ولا هو عالدوشه، رساله لاهلي ورساله لاهالي الناس كلها اللي كبرونا وخلينا زي الشحوطه. هو احنا كنا كده؟ احنا كنا نيله بالطريقه دي؟ احنا كنا بنعمل زي المتخلفين عقليا دول؟ يا لهوي على اللي هيحصل فينا النهارده. منى قلبي. بما انك انت اول حاجه النهارده نسلم عليكي والله منورانا ومكترانا والله العظيم. هتعرف تعمل جميل ده؟ انت عارف تعملي كده ليه؟ عشان انت عملتي لي كده والله. والله هرماس شقيه جدا، بتفضل تضرب في العيال، تضربنا احنا شخصيا عادي اهليها ونستحملها. اللي احنا خايفين منه لما تروح حضانه، هل هتعمل نفس اللي بتعمله ده وتضرب العيال؟ فاحنا النهارده هنشوف ده. هنقعدها مع مين؟ الاماره بتاعتنا كنديشو. انت هل بتضربي العيال في الحضانه ولا بتلعبي معاهم؟ بلعب بجد. اه شاطره. نسلم على ليلى كمان. انت في حضانه ولا مش في حضانه؟ في حضانه. يا خراشي. احنا دلوقتي هنتفق على حاجه، بما انك في حضانه وهرماس لسه صغيره، ممكن تدربي الهرماس ان هي ما تضربش حد؟ ممكن؟ ده انت شاطره بقى. لا جيب هاي فاي بقى هنا كده. يا خراشي. النهارده يا بنت يا كندوشه هتبقى ام هرماس وليلى، اتفقنا؟ هتبقى امهم؟ ازاي؟ احنا نمشي خالص وانت تقعدي تاخدي بالك منهم، تاكليهم، تشربيهم، تعملي لهم اكل، اللي يعيط تسكتيه كده، اتفقنا؟ واللي يعمل دوشه قولي اسكتي، اسكتي يا ليلى واسكتي يا هرماس. اتفقنا؟ شطوره. جيب ماي بايب. يا خراشي. يا لهوي عليا وعلى سنين السودا. امسك. انت بتزقها ليه؟ دي بنت اختي يعني بنتي. ده احنا لسه ما بدأناش. ده هيبقى استنى، ده لازم اجيب لي، جبت الواحده عصير لازم اجيب لي الثانيه عصير. حاجه نيله تعالى اهي، روح اديها لهم بسرعه عشان انت امهم. انت بسرعه سكتيها. اتفضلي عصير. سكتيها. يلا بسرعه روح انت كمان، هدي لك واحده انت كمان بتاعتك اهي. يا خراشي تعالي يلا اجري بسرعه. ادي الليله بسرعه. بسم الله. والله العظيم انا فرهطت من اول 5 دقايق في الفيديو. بصي يا كندا يا بنتي. لا كندا يا بنت ايه؟ بصي يا كندا يا امه، انت الله يعينك النهارده عليهم، ربنا يعينك، هتقعدي معاهم وتاخدي بالك منهم، اتفقنا؟ الله يقويكي. ماما كندا قول لعيالي يلا، قول لهم يلا اطلعوا. يلا يلا اطلعوا، قول لهم يلا اطلعوا عشان ما فيش وقت. اسمعي كلام ماما. ماما. ايوه يا ماما. يلا اطلعوا يلا. يلا يا بنات اطلعوا. استنى هاتيهم معاكي. عشان يلا. يلا يا بنات. يلا هاتي ليلى كمان. يلا اطلعوا يلا. تعالي. يا دي النيله الواحد حيجي. يلا تعالوا اطلعوا. يلا تعالوا تعالوا. ايه ده؟ هو انا صوابعي عامله كده ليه؟ بنتي ايه؟ هو انا صوابعي كلها قد بعض ازاي؟ انا اكتشفت ان انا صوابعي كلها قد بعضها. عارفه المثل يقول لك صوابعك مش زي بعضها؟ اقول له لا اهي. يا اولاد هتعملوا الفيديو ولا اقفل الفيديو؟ مش ناقص احرق الدم. يلا بسرعه. يلا عشان الحضانه. الحضانه يلا يلا يلا. يلا نبدا نخش. عرفت على الحضانه انت؟ ايوه. هي خشوا انتشروا يا اولاد. اول حاجه هتقعدوا تلعبوا، تبقوا هاديين، بلاش شقاوه، نهدى شويه، اتفقنا؟ تلعبوا مع بعض. انا هسيبكم لوحدكم. بت يا ماسه، بت يا ماسه، ماسه انا ابوك يا بت. وزه يا بت، انت بتعملي ايه؟ تعالي هنا عشان نصور. يا دنيل على يا بت تعالي، هتجننيني يخرب بيت دماغك. تعالى عشان نخلص الفيديو. اقعدوا يا ولاد عشان نصور. يا دي النيله عليهم اللي مش هيخلص. نركز في الفيديو. سهله يعني ولا ايه؟ انا افتكرت الفيديو سهل واطفال وبتاع، قلت هنجز. اسهل بسهوله.
اوكي يلا. انا بنسبه 99% انا مش موجود في الفيديو ولا الدوشه دي. انا ماليش دعوه. وانت هتسيبوني لوحدي في الفيديو؟ هنبدا نختبرهم ونشوفهم هيعملوا ايه لما يبقوا في الحضانه مع بعض. هنحط كاميرا مراقبه ونشوف تصرفاتهم دلوقتي. كندا وليلي وهرماس مع بعض. طبعا الحضانه بتبقى اكبر واعداد اكبر، بس احنا هنجرب النهارده. لو نجحوا يبقى خلاص هنوديها حضانه، ما نجحوش يبقى باي باي حضانه. احكي لنا معاناتك مع كندا اول يوم راحت الحضانه. اول يوم اول شهر اول شهرين. اول شهر شهرين ازاي؟ اول شهرين معاناه. مش هو اول يوم بعد كده بتتصرف لوحدها؟ ليه ان شاء الله هتخش المدرسه على طول ولا ايه؟ ايه المعاناه اللي انت شفتيها؟ انا اصلا بصحيها بقى، لا يا ماما خليني معاكي، هنام في حضنك، انتوا هتناموا وتسيبوني، يعني انا هنام لوحدي في الحضانه. خليك اصلا تقول لها تعالي نامي وتغطي ويلا مفيش مروحه. لما تكبري اوديكي المدرسه على طول. والله العظيم لا بتوجع لي قلبي. الله كندا انت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ باكله. مالش اكل ايه؟ كوكو. كوكو؟ واو. بسم الله ما شاء الله ريحته تحفه. ده انت عامله طشه مش طبيعيه. الله اكبر. الله الله بس ليه بتاكل؟ بسم الله. طب سموا الله. طيب طب مش هنغسل ايدينا بقى ولا ايه؟ لا ياكلوا العيال بياكلوا. يلا سخن الاكل، سخنوا الاكل عشان الاكل بارد. طفي الفرن. انت ما شاء الله البنت ما بتغلبش والله. بس الله اكبر عليها. بعمل لهم ليمون. بتعمل لهم ليمون وما عندهم برد؟ اه ماشي اذا كان كده ماشي. طبعا انتوا قاعدين مطمنين. كندا قايمه بالواجب. انت بتعملي ايه؟ هو العصير الليمون بيتعمل على النار؟ اه. هو انت بتشوي؟ دمهم عسل وهما مع بعض بيعملوا تصرفات غريبه. المشكله بيدوقوا وقام نيام نيام بتقمصوا الادوار. انا بشوف في الحلقه. يا هلا يا هلا يا هلا فهم قدومي عامل ايه؟ اخباركم ايه؟ فهد وادم يا جدعان ولاد اخواتي الصغننين. بما انكم لسه جايين هتخشوا معاهم في اللعبه. كندا ومامتكم. ما انا جعان. يلا بسرعة. ماما ربنا يعينك ويديك الصحة قادر يا كريم. نفسك بالدنيا كلها. بتعملي عصير ليمون طبيعي 100%؟ بتخرم الليمونة ملاحظ؟ كنت انت فاتشوف بقى الراجل بتاعنا. احنا شبعنا من ساعتها. شبعت ايه يا حبيبي؟ كل دي ليمونة كلها. هديك سيدي امك؟ انت عاك يلا. هديك بقى لها ثلاث ثواني بتطبخ في الليمونة. بص احنا روقنا الدنيا دي ونايمينهم يلا. يلا اخليهم يلا على السرير. يلا. متعبت دخل نايم العيال. لا على السرير. انت هربتي من ام القرشانه دي على فكره. والله العظيم انت هربتي شاطره. طيب. بس حبسهم كلهم فين؟ انا عايزه اقول لكم اصلا ماسه لا تنفع معاها حضانه بتاع سابت الحضانه ومشي. انت لسه بتعذبوا فيهم. اضربوها يا عيال. اجري لا تلعب اجري. باي باي.